هذا ويعتبر جسر الملك فهد علامة مضيئة في تاريخ العلاقات البحرينية السعودية، لما يمثله من قيمة كبيرة للبلدين الشقيقين في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياحية والتجارية. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس عماد المحيسن، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، بعد التحية. هل توضح لنا أهمية هذا الجسر في تعزيز العلاقة بين المملكتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر تلفزيون مملكة البحرين هذه الاستضافة، وأبدأ بالمباركة للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90، وهي بلا شك ذكرى تتجدد سنويا لتجسيد ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وتعزز اللحمة الوطنية بين الشعب السعودي وقيادته الرشيدة. كما لا يسعني إلا أن أشيد بمثانة العلاقات الأخوية الوطيدة بين قيادتي وشعوب المملكتين الشقيقتين المتجذرة في عمق التاريخ وما يربطهما من وحدة الأهداف والمصير المشترك، مما لا شك فيه أن أفراح ومناسبات المملكتين واحدة، فأفراح ومناسبات السعودية هي مناسبات بحرينية، وأفراح ومناسبات البحرين هي مناسبات سعودية. نعم نعم تفضل تفضل. ومن الجديد بالذكر أن جسر الملك فهد عزز هذا الترابط الكبير بين الشقيقتين ليصبح نموذج واقعي وعملي على حجم الترابط والتواصل بين شعوب المملكتين بدعم وتوجيهات قيادتي المملكتين حفظهم الله. ونسأل الله العظيم دوام هذه المحبة والألفة والأخوة الصادقة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل قيادتينا الرشيدتين. نعم، ما هي استعدادات جسر الملك فهد لاستقبال المسافرين بعد الجائحة، جائحة فيروس كورونا؟ طبعا من المعلوم أهمية جسر الملك فهد وما يمثله من أهمية في الترابط الاجتماعي والسياحي والاقتصادي بين الشقيقتين، حيث شهد عام 2019 حوالي 29 مليون مسافر بمعدل يومي يقترب من 80 ألف مسافر يوميا. نعم. وحوالي 800 ألف شاحنة معدل يوميا، وتحقيق أعداد قياسية كثيرة في حركة المسافرين مع تحسن كبير في حركة وأزمنة العبور، رغم الزيادة الكبيرة في حركة المركبات والمسافرين، حتى أصبح معبر جسر الملك فهد ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم. طبعا المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتنسيق والتعاون مع الجهات العاملة بالمملكتين استغلت فترة الجائحة بتنفيذ عدد كبير من المشاريع تتعلق بالتطوير والتحسين وتنفيذ الكثير من أعمال الصيانة ودعم البنى التحتية. كما أيضا بدأت المؤسسة أيضا برامج التحول التقني، ومنها إنجاز المرحلة الأولى من التحول للدفع الإلكتروني في بوابات الرسوم بالجانبين. نعم. جميع هذه الأعمال المنجزة والتي سيتم إنجازها مستقبلا، الهدف الأساسي منها طبعا تحسين تجربة المسافرين وجميع مستخدمي جسر الملك فهد. طبعا الجسر إن شاء الله حيكون جاهز بشكل كامل عند إن شاء الله بدء التشغيل مرة ثانية وانتهاء هذه الجائحة. طبعا المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وجميع الإدارات العاملة في المملكتين على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال المسافرين مرة أخرى، وإن شاء الله سيكون مظهر الجسر مظهر يعني مشرف ويعكس ما تم إنجازه خلال فترة الجائحة إن شاء الله. سعادة المهندس عماد المحيسن، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، شكرا جزيلا لك.